ما حصل من اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وأحد الفصائل المسلحة في العاصمة بغداد، تحديدا في منطقة الدورة. تفسيرك من الناحية الأمنية لهذه الاشتباكات، تفضل. حقيقة هناك فصائل مسلحة كثيرة يعني استولت على الكثير من هذه المناطق، الكثير من البساتين والأراضي الزراعية منذ سنين طويلة بحجة أنها تنتمي إلى يعني شخصيات من النظام السابق. هذه الفصائل المسلحة حقيقة يعني اتخذت من هذه المناطق منطلقا للاعتداء على القواعد الأمريكية والاعتداء على المقرات الدبلوماسية في بغداد والمحافظات الأخرى، كذلك يعني انطلقت منها بعض المجاميع الإرهابية يعني القيام بعملية اغتيال لشخصيات معينة كما حدث مع اغتيال هشام الهاشم رحمه الله. وبالتالي الفصائل المسلحة التي تسيطر على هذه المناطق حقيقة يعني هي تسيطر على مناطق عائدة قسم منها لشخصيات معينة لمواطنين يعني يمتلكوها منذ سنين طويلة، وقسم منها عائدة للدولة. اليوم الشرطة الاتحادية حقيقة يعني هاجمت بعض هذه المقرات الذي تستولي عليه هذه الفصائل والتي استخدمتها ك يعني مصانع للأسلحة وذخائر للأسلحة والاعتداء. حقيقة الشرطة الاتحادية هاجمت هذه الفصائل لغرض يعني إزالة هذه التجاوزات عن هذه المناطق وليست بقصد التصادم مع هذه الفصائل. المؤشر حقيقة والواضح في هذا الموضوع وهي كالدروس التي تستنبط عادة من حالات من هذا النوع أنه هذه الفصائل حقيقة لا تخضع يعني إرادة الدولة، هي تعمل خارج إرادة الدولة ولا تخضع لأوامر الدولة، وبالتالي هذا الموضوع حقيقة يشكل تحدي كبير أمام الحكومة العراقية. وأحد الشروط التي فرضت لتشكيل الحكومة العراقية الحالية هو سحب هذه الفصائل المسلحة من المحافظات ويعني الذهاب إلى مناطق أخرى بعيدة عن المناطق السكنية، لكن للأسف يبدو الحكومة العراقية عاجزة عن تنفيذ هذا القرار لأن هذه الفصائل المسلحة حقيقة متمسكة بمصالحها الحزبية ومتمسكة بمصالحها الشخصية لقادة هذه الفصائل. حقيقة هذه الفصائل المسلحة مدعومة، قسم منها مدعوم يعني بأجندات أجنبية، وقسم منها مدعوم من قبل سياسيين معروفين بالعملية السياسية بالعراق، وبالتالي التحدي التي يواجه الحكومة من هذا النوع حقيقة تحدي كبير جدا. حصر السلاح بيد الدولة ليست أمر مهم، على السيد السوداني أن يعي حجم هذا التحدي الكبير ويعمل على مواجهة هذه الفصائل المسلحة مواجهة حقيقية، ويعمل على حصر السلاح بيد الدولة وسحب كل هذه الفصائل المسلحة خارج المناطق السكنية خارج المحافظات أصلا. لأنه وجود هذه الفصائل داخل المحافظات حقيقة يفسد العملية الأمنية بالكامل.